رزق كان مصافية. عايزك تاخد الموبايل بتاع سليم بيه من العربية وتطلعه له وتنزل بسرعة، فاهمني؟ وعايزها بعد كده أقول لك مكانك ياد! ورا بسرعة! ارجع ورا. ايه يا عم؟
من حاجه انت كمان ولا ايه؟ ازيك يا زينات؟ ايه؟ مفيش ويلكم؟ مفيش كان اي هيلب يو؟ عايز ادخل يا ولية. تدخل ازاي يا واد؟ ما انت عارف ان انا عايشه لوحدي والشيطان شهر. ما انا حابسه في القناطر. خش يا اخويا خش خش. ايه اللي عمل فيك كده يا فارس؟ ازمه المواصلات، ربنا يتوب علينا منها. ما شوف اخد الازمه دي هتودينا على فين ان شاء الله. تشرب حاجه؟ ازازه ميه شمبار والنبي يا زينات. امسك على الطلاق بتكبري تحلوي. نايلك يا واد. خدي تمني دول. شكلك استحليت الحكايه. انا قلت مره وعدت عشان عليك صفيه. انت محسسني صفيه عندها برد. ربنا يكفيك شر المرض. صفيه علاجها غالي. كل ده عشان صفيه ولا عشان بنتها رقيه؟ على النعمه انت وليه لك كاكه. ما تقصري يا زينات وتمني. قستك تحت الحساب وتعدي بكره اقول لك المفيد. لا بكره ولا بعده، الحاجه اللي في ايدك دي تمنها غالي. شايف الموبايل اللي في ايدك ده؟ ده موبايل بلاك بيريوت، والساعه اللي في ايدك دي النسر اللي جواه ده الماس حر طليق، يعني ثلاث اساتك ونص والليله تخلص من بابها. يا جن ما تضربش في العالي يا ولا. لو ما جابوش الحاجه دي في ذمتي. ذمتك؟ ذمتك ايه بقى؟ ما رجلك جت يا ابو ذمه. ذمه ايه؟ صفايا محجوزه في المستشفى وملهاش غيري. ولازم اكاشف الدفعه الثانيه. ما يروحش. كتر خيرك يا زينات. استنى، لو الحاجات دي ما جابتش تلات اساتك اعتبريها من زكاتك. زكاتي؟ زكاتي ايه يالا؟ ده انت حرامي. عامل ايه؟ مرمط جعان؟ طب ما تاكل زينهم وتريحني يا عم. نامنك ساعتين على ما اجيلك. اوعى تتحرك والا الحيوانات هتاكلك. انا بقول لك اهو. يا لهوي. ايه وليه ما تخافيش؟ دي شويه حيوانات. فين الواد؟ اهو. اسمك ايه يا شاطر؟ فارس عبد الله. وساكن فين يا حبيبي؟ عند ابويا. شفتي؟ هو مش عارف حاجه اهو. الواد ده كبير ما ينفعش، الناس عايزين عيل كام شهر، سنه بالكتير عشان يبقى ابنهم.
وده له اب مش هياكل معاه. والله استني بس يا وليه. اه يا خسرت المشوار اللي ده بيته. وانا هعمل ايه في الواد ده؟ شغله معايا اهو يساعدك ويشيل عنك، واخر الليل يروح معاك ينضف لك البيت يونسك. اعمله ابنك ده، انت مقطوع من شجره. بارك مزبهل لك أبوس. ايه الخيرات دي كلها يا فارس؟ بلا خيرات بلا جزرات مالكش في ايه؟ طب ليه اللون ده معايا يا فارس؟ يا واد ده انا اللي مربيك وخير عليك. خيرك على مين يا كابوس؟ شكلك نسيت اللي عملته فيا. عملت فيك ايه يا اخويا؟ ما كبرتك اهو، بقيت بغلة قد الدنيا. وعزة جلالة الله زينهم يا كابوس، لولا العيبة وسنك الكبير ما كنت رحمتك. بس مش فارس الجن اللي يفتري على حد مسن. I'm a look very cheap good bride, ya senor. انت هلا. I'm a look very cheap good bride. Hi, welcome. Hi. You speak English? Yes. اسمك ايه؟ تانيا. تانيا, yes. This ملكة إفرتيتي عندما تحرشوا بها في المعبد. What is this harsh? حرش يا بنت الحرش. صباح رحمة الله. What is this? ما تخافيش، ده my son. ابني. أصل المصريين بيخلفوا أسود. مش خرفان. كده برضه هجيب لي طفشت الخواجايه. يا عم مسيحه مضروبه خلقه، وبعدين دي روسيه مش لاقيه تاكل. المهم محوش كام لحد دلوقتي؟ معايا 400 جنيه. عايزين نكملهم 500. بعون الله في ظرف ساعتين يكملوا 500. يلا بينا قبل ما الحكومه تهان. يلا بينا. قرب قرب قرب. يلا يلا يلا. يلا يا خواجه. يلا يا خواجات. يلا يا خواجايه. يلا يا خواجايه. يلا يا سايحه. يلا يا سايحه يا بنت السايحه. يلا يا جماعه الصوره ب 2 دولار. صور مع الاده ب 10 دولار. 10 دولار. 10 دولار. ايه ايه ايه. ما تعرفوش يمسكوه؟ ايه؟ اتشليتم؟ امشي انت يا رجل. يا باشا سعادتك انا عارف ان الموبايل ده عليه حاجات مهمه كتير، وما ينفعش ان اي حد تاني يشوفها. عشان كده انا لخصت وصورته. اتفضل سعادتك. الواد ده لازم تجيبوه بسرعه عشان نعرف ايه حكايته. لو في بطن امه هجيبه. بعت لي صورته على الموبايل. ايوه يا تهاب. ماشي حاضر من عينينا. هي يعني الدنيا طارت؟ وبعدين يا عالم الرحمه شويه، هو انتوا مش لسه لافعين فلوس قد كده من كام يوم؟ ولا هو يعني الفقير في البلد دي يموت؟ الفقير تدخلوه مستشفى حكومه. شله يا حكومه، هو احنا يا اخويا كنا لقينا مكان عند الحكومه وقلنا لا؟ بقول لك ايه؟ لو الفلوس ما اتدفعتش دلوقتي حالا انا بقى مضطر اقول لكم مع السلامه. هو ايه ده اللي مع السلامه؟ هو احنا جايين هنا نصيف؟ طب وديني وايماني ومعاه. اللي هيحرك امي خطوه واحده من على سريرها لاكون منسله الشبشب. استني يا بت، مبدئيا فخامتك دي بقت فلوس وده حقك، لكن تزعق لخطيبت ده مش من حقك ومش رجوله على فكره. وعليا النعمه من نعمه ربي لو اتكرر التاني لو ولع لكم في المستشفى، واخلي الاسعاف تطلب المطافي. حضر لنا وصل.
يلا يا بت. تسيبني اديله واحده من بتاعتي خليه محصل لواد ولا بيت. الف سلام عليك يا ام صفيه. الله يسلمك يا حبيبي. اللي انت كنت مختفي فين من ليله امبارح؟ مش تبطل عط بقى؟ انا بتعط برضه يا بت، ده انا ما عنديش وقت استحمى، كنت بدبر فلوس المستشفى. طب خد باللي ريقك. والله ما عارفه اقول لك ايه يا فارس، انا عمري ما هنسى وقفتك معانا. جرايه يا بت، انت ليك في مصافيه اكتر مني ولا ايه؟ ما همك زي ما همي، وبعدين ايه الجديد؟ ما انا طول عمري خيري عليكم. لو النبي ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا فارس، انما قول لي يا ابني انت جبت الفلوس دي منين؟ ما تشيليش هم انت يا ام صفيه، خروجي بالسلامه وفداك الدنيا باللي فيها. والله لولا الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد المحيطه كان زماني دلوقتي بعالجك في المانيا. طب خد يا فارس، انت نسيت المصحف معايا، وانا عارفك ما تحبش تمشي من غيره. بقول لك ايه؟ وانت في حاجه مخبيها عليا؟ انا مخبي عليك ايه؟ مخبي ولا مبين؟ كل الحكايه بس ان انا ما نمتش بقالي يومين. جعانهم والله. خد حط لي ده في الزيب في ليزر. يا حبيبي يا ابني، ده باين زينهم مجوع. خد يا رؤية اديله يا حبيبتي السندوتش ده. يلا. اثبت يا مكانك، مش هنا، اشتغل شغلتك واحنا نمولك. يلا قوم يا يلا يا يلا يلا يا عشان عدالك يا فارس. يلا يا الرجوله ملهاش قطع غيار. يلا يا عم انت، هو اتكل على الله. يلا يا عم الحاج عليك، عايزينك تتكل على الله. يلا 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 يا عم انت، هو عاش يا فارس يا جاني. بلا عاش بلا معاش، ما انت طول ما انت رايحه جايه مش عارفه انت رايحه فين، الكبير والصغير هيعكسك وتجيب لي المشاكل. انت بتتكش قوي كده بس وتستقوا عليا. طب يلا شوف انت رايحه فين. طب هشوفك بالليل. ربنا يسهل. ماشي سلام. تعملها كام الدبله دي؟ اه عايش. نقول لك يا امه ايه يا فارس؟ لا تقولي لي ان رؤيه زي اختك. امال هي ايه يا واد؟ زي اختي اه، بس نفسي في الاخر تطلع بنت عمي. ولا هي ملك الدين؟ طب اشرب الشاي. طب اشرب الشاي احلى. طب اشرب الشاي في الدنيا. فارس خلي المصحف ده معاك علشان يحفظك. احلى هديه في الدنيا يا ام صفيه، ربنا يخليكي لينا. طب احنا هنستاذن احنا بقى عشان نلحق. فارس خلي بالك منها. ما تخافيش يا ملكة ملوك مصر الوسطى، في عيني من جوه. مش انا في المشوار ده، انا جاي معاك اتفرج من بعيد. دي بقى عمرو قالي كنت بحكي لك عليها. بص امها ادتني ايه؟ ادتني مصحف كتاب ربنا. ساعة ما شلته وانا حاسس اني بني ادم تاني. ما هو ربك بيطلع من هنا وبيوصل من هنا. رزقني بزينهم في نفس الوقت رزقني برؤية وصفية. يا سلام عليك يا واد يا جن، انت واضح كده ان هو شقك وانا ما اعرفش.
طب والحاجات دي اتسرقت امتى؟ النهارده الصبح بعد الفجر بشويه. الواد هرب من نعيم بس صوروا الصوره دي. الواد ده لو مسجل خطر سهل قوي اجيبه يا باشا. لو مش مسجل يا تهاني. ازيك يا نانا؟ سبعة. سيبك من نانا دلوقتي يا تهاني وخلينا في موضوعنا. يا باشا ما تقلقش. حتى لو مش مسجل خطر، نجيبه عن طريق الموبايل والساعة اللي سرقهم من العربية، سهلة. تفتكر في حد يزق الواد علينا؟ ما اعتقدش. شكله كده عيل بيقلب عربية ولا حاجة. أنا حكاية شكله دي ما بتريحنيش. الموبايل اللي خده الواد ده عليه رسائل وايميلات من الناس اللي بيشتغل معاهم بره، فما تقوليش بقى شكله مش شكله. انا عاوز الواد ده متكتف هنا قدامي في اسرع وقت. ادخل يا زينب. ازيك يا زينب؟ في نعمه يا باشا. عايز مني خدمه يا زينب؟ كتؤمر سيد الناس، وعشان سعادتك تجيبني انا واللي زيي باكيد في حاجه مهمه قوي راحت منك وعايزها. اصل يا زينب واللي هيجيب لي الحاجه دي ومين اللي صرفها؟ اللي عندي جميله كبيره قوي، يا اما بقى هعلقكم كلكم لحد ما يبان لكم صاحب. ده لو بان لكم يا زناد. انا تحت امرك يا باشا وتحت امر الحكومه. ماشي. تعرف الواد ده؟ ولا عمري شفته يا باشا. عمري ما شفته يا باشا. انت هتشغليني يا برا؟ ان شاء الله كفاح. عمري ما شفت الخلقه دي قبل كده يا بنت. استنى يا عزم. تحت امرك يا باشا. تطلع لنا ملف زينات، نفتح لها قضية من القدام، تقعدها معانا شوية. تحت أمرك يا باشا. ولا أقول لك، أنت بنت حلال يا بنت زينات، فتبعت تجيب لنا الكواهرجي اللي اتسرق الأسبوع اللي فات عشان يتعرف على حتتين الصيغة دول اللي لقيناهم مع زينات. ولزموا إيه ده كله بس يا باشا؟ عشان أنت مش هتمشي من هنا إلا لما الواد ده يظهر يا زينات. اثبت يا نهار اسود. فيها بايه؟ يا نهار اسود فيها بهوان. ومش كانوا لاغوا التحرش ولا ايه؟ انت فاكر انك هتعرف تهرب مني يروح امك ولا ايه؟ طب بالراحه يا بيه، بالراحه يا بيه. السلاح لواح، السلاح فيه شيطان. بالراحه يا رجاله، بالراحه. انت بنتفاهم يا رجاله؟ يا جدعان انتوا لو قابضين على بن لادن مش هتعملوا كده. ايه ده؟ سيد مسله؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي. كلك نظر يا حلال. انت فين؟ انا هنا وانا فارس جلجلي. ليلتك بلاك بلوك يا ابن العبيط. راحة يا عم. راحة يا بيه. ايه الجو ده يا رجاله؟ يا رحمك هتأثر ولا هتتعبنا في ليلتك السوداء؟ يا عم العالم انت مش قابض على جواسيس. الاحكام ما تستاهلش كل ده. لا ده يستاهل وبالقوي، بس انت اللي مش واخد بالك. طب قرينا يا كبير ناوي معانا على ايه؟ تستعجلش ياض على رزقك، لسه التقيل ورا. وضبوهم لحد ما بلغ الباشا انهم شرفونا بالسلامه. وضبوهم دي يا ما رجاله ومش مريحاني على فكره. في حاجات اجدد يعني، في سيبوهم، سامحوهم، فكوهم. انا عندي سيوله قدام وقولين عصام وضحك علي واطي. اه
اسمك ايه؟ باشا بيقول لك اسمك ايه؟ محتاجة تفكير دي، محتاجة تفكير؟ هتنقي؟ كفاية! مين اللي زقك عليا يا ولد؟ محدش زقني. أمال فتحت عربيتي ليه؟ من حظ الذكر. كنت مزنوق في قرشين ما لقيتش غير عربية سعادتك قدامي. حياة أمك، أنت فاهم إن أنا ممكن أصدق الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ يا باشا تصدق ولا ما تصدقش، هو ده اللي حصل. علقوه. يا باشا هموت وحياة ربنا. يا باشا ده أنا واخد ساعة من العربية لما سرق العربية كلها، تعمل إيه كبير؟ يا باشا يا باشا أنا هموت يا باشا يا باشا. ده مش رجوله على فكره وكده، الواد هيموت في ايديكم. اكذب يا بطل بقى، طلعوه ولا يا جيب من الاخر وتقول لي مين اللي بعتك تدور ورايا، يا اما اخرتك هتبقى في البرميل ده. يا باشا والله العظيم لو عدي كلام تاني كنت ريحت نفسك وريحتني وريحت ال... انا بموت. نزلوا ابن الكلب ده. يا باشا والنبي، والنبي يا رجاله، والنبي يا رجاله. انا باشا اصلا مستني حضرتك في الكلب. طيب طلعوك. ولا اثبت، انا هسيبك شويه ورجع لك، يا اما تكون قلت وتجيب من الاخر، يا اما انت الجاني على روحك. فاهم يا روح امك؟ فاهم؟ رد علي. عايش يا ابن الفقرية. بص في ايه ورايا؟ اكسر كوبايه وفك نفسك. انا عرفت ان الواد ده مفيش حد وراه، وانه كمان اول مره يعملها، عشان محتاج فلوس لعمليه واحده قريبته، حاجه كده زي الافلام القديمه. انا اتاكدت من كل ده بنفسي يا سليم بيه، وتليفونك اللي عليه الرسائل والايميلات اهو. الواد ده ملقاش الا عربيتي انا ويسرقها. من ضغطه الاسود. بس انا تحرياتي بتقول ان الواد ده طول عمره ماشي جنب الحيط ومالوش في العوام. بس برضه ما نقاملوش. شوف يا باشا، انا عملت اللي عليا والواد عندكم، نعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، بس عن نفسي بقول لك ان مفيش حد وراه. سلام. ايه ده، انت مش هتتعشى معانا؟ لا يا بني، عندي عزومه. سلام. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا، والصح ان احنا نخلص منه، لانه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجه. بس مش عاوز حد يحس بحاجه. راحوا فين؟ شوفوهم مستخبين في اي مصيبه. اثبت يا
يا ده انتوا شويه بلالين منفوخه على الفاضي. يا اثبت يا الشاب الكيوت ياكل بالشلول. تمام يا فارس، انت مكانك يعني بتهوى. راحوا فين؟ واحد جالي كده واحد جالي كده يا ريس. انتوا الاثنين من هنا وانتوا من هنا وانتوا تعالى ورا. عايز افرق من هنا، اشيل ايدي ومش هتصوتي؟ بس وحياه قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما، لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه، قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. ها هتعمل اللي انا هقول لك عليه ولا ازعلك؟ نعم يا روح امك، منك له هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ انتوا رجاله انتوا؟ سليم باشا اطمن، احنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحتك كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ودار مدخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه، ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. انت نعيم، اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. ما كانش ينعزى كبير، بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعالى اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هاخده بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. هو لما عاوز واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالات يعمل بيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى تعيالك. انا امي ما شافتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو؟ هتتعبوا نفسكم وتضربوني،
انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان. فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسله. مسله يا كداب؟ ده انت تبقى اقصر مسله شفتها في حياتي. سيبوه امشوا. ارمي السلاح في مار منك روح وامشوا. مفيش حد من الرجاله يهاوب ناحيه الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ انا لو عاوز اخلص عليك هخلص عليك في ثانيه، وانت عارف كده كويس. العوافي يا زينهم. العوافين يا زوزه اللي ما فيش زيك اتنين. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك ايه، ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزه؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا، ما خلاص رجله جاته بقى تبع الكوبانيه. الله 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 الله، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياه. سلاحي سعادتك، سلاح اللي هو بيموت بني ادمين. انا ماليش في السكه دي خالص يا باشا. كويس انك بتختار سكه لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس انك بتختار غلط. ما هو يا اما تبقى مننا يا اما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمنا ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك ما شايفني صح. الظروف خلتك تشوفني حته عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني مد ايدي عشان تعالج قريبتك، مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحة يا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الآخر. أنا محتاج رجالة زيك صفحتهم بيضة يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربية عشان تسرق ساعة ولا موبايل. أنت شكلك وش فقر يالا ولا إيه؟ إحنا شبعنا فقر يا فارس. القضية بعون الله يا باشا. إن شاء الله سهلة وأختها مش مستاهلة. اسكت أنت. أسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هات لي شنطتي يا نعيم. أوامرك يا باشا. باشا. قول يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك. تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك، وتظبط نفسك انت والمسله القصيره دي، وترجعوا لي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول العز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبوس على ايد عمك الحاج. يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا، وقل نرسى نرسى على مينا. ترى احنا داخلين على ايه يا مسلة؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله يا ابن الحشاشة، ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكه مش عارفين اخرها ايه. يعني انت يا اخويا عارف اخره الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشه. عايزين ناكل احلى اكل وننام على احلى فرش ونصاحب احلى نسوان هشكه في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصه ما بتجيش غير مره واحده وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت مين يا ده اللي سماك مسله؟ عليه بنعمه انت قالها الشر عند الفراعنه. يا ده انا عارف ان الزمن اللي احنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا. بس سيبنا قلبها في دماغي. يابا المواضيع دي ما فيهاش اقلبها ولا شقلبها، العالم واصله قوي، يا اما نبقى معاهم وزيهم يا اما هتبقى نهايه انا وانت يا جن. امسك. ده نوعها ايه دي؟ زهرة الزهرة ولا الثورة مستمرة؟ لا دي الطرف التالت. لسه الواد الظابط ده ما تهدش يا تهامي. لا لسه. بس ما تقلقش. مفيش
حد من القيادات الكبيره مهتم علشان الواد معهوش دليل بجد يقدمه له، هو ده بقى اللي بيفرق علشان يوصل. اتصرف معايا يا اخي، انت منهم ليك سكك. ما ده ملوش سكه، عيل جديد بقى واخضر وعايش في الدور، بس انا حاطه تحت عيني لحد ما لقى له صرف. واحنا برضو من ناحيتنا يا باشا لازم نهدي اللعب الفتره اللي جايه دي. ما ينفعش ما ينفعش، في بضاعه لازم تتسلم واصحابها مستعجلين عليها قوي. وبعدين يا اخي احنا بقى لنا فتره نايمين، تشبعت ولا ايه؟ لا باكل اهو، بس ممكن الفتره اللي جايه نخلي بالنا قوي ونعمل نفسنا. تقلقش انا هعمل احتياطاتي كويس. انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت. سليم الوزان على نفسه ضربوا الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما، لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. تسلم يا بيه. خد يا عم عيب، احنا اخوات ما شاء الله. رجالتك عينيها مليانه. ازيك يا باشا؟ عموم انما ايه الاسلحه دي كلها يا فارس؟ ده المنيو يا باشا. هو ده بس ولا في تشكيله ثانيه؟ لا في اسلحه ثانيه بأطباعك، التيشيرتات الجديده لسه شاريها جديد من خير سعادتك. برافو سعادتك. انا ماشي بمبدا احب ما تعمل حتى تعمل ما تريد. وبعدين احنا جاهزين للشغل ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. برافو، انا احب الرجاله اللي دمهم حامي على الشغل. بكره اول طلع عليكم انتوا الاثنين، اي حاجه تعملوها هنا انتوا الاثنين مفيش ثالث يعرفها. ادينا الثقه بس يا باشا. رجوله افعال مش كلام. اما نشوف يا فارس، هترفع راس سليم بي ولا فلح تتشطر عليا انا بس؟ ادينا هنجربه. لو طلعت قدها هدلعكم انتوا الاثنين اخر دلع. ان شاء الله نكون عند ظن حسن سعادتك. نورتي بيتك والنازله يا ست الناس. ربنا يخليك لينا يا ابني ويديك على قد نيتك. طب نامي انت بقى ياما وارتاح، الدكتور قال لك ما تتعبيش نفسك خالص. حاضر. يلا يا فارس يلا نسيبها ترتاح. تصبح على خير يا ام صفية. ربنا يبارك لك يا ابني. وحشتيني. لا وحشتك ولا وحشتني. فيها بنت انت ملبوسه ولا ايه؟ فينك متغير وحالك مش عاجبني يا فارس. مش عاجبك ليه؟ الفل الفل اهو، ربنا كرمني اخر كرم وفتحها عليا من واسع، واشتغلت مع ناس واصله زي ما قلت لك وكله تمام. ايوه، ايه بقى الشغل اللي بيجيب لك الفلوس الكتير قوي دي كده من قبل ما تبتدي؟ فلوس كتير قوي؟ عليا النعمه لولا قصه الحب اللي بيني وبينك لكنت افتكرتك حقوده. فيها رؤيه؟ هو تحقيق؟ كل شويه جبت الفلوس منين؟ جبتش الفلوس منين؟ انا واقف مع جهاز الكاز من غير مشروع. شغل بالحلال وكله في السليم ومفيش اي خوف على مستقبلنا. طب طلع المصحف كده واحلف عليه. ايه نسيته؟ تقريبا وانا بغير الهدوم نسيته في الطقم اللي لسه قلعه، بس انا كل يوم بغير طقم جديد زي زمان من العيد للعيد. نسيت المصحف يا فارس؟ فيها رؤية؟ انا كده هتخنق منك. انا مروح انام عشان عندي شغل الصبح بدري. فارس يكون في علمك، انا لما حبيت فارس اللي قال بابا واللي عمره ما مشي في طريق الغلط حتى بعد كل اللي شافه. لو اتغيرت بقى مش هتبقى فارس اللي انا حبيته، ساعتها انت من طريق وانا من طريق. طريق كله تكاتك وميكروباصات، انما انا طريقي مسافرت ما فيهوش مطبات. عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك يا رويه؟ ان انت الفقر بيجري في دمك، انما انا عندي طموح. بكره تعالي يا رويه لما تدوقي طعم العزه. تعالي
العربيات اتحركت يا فندم وفي طريقها ليه؟ طب خليك وراهم من غير ما حد ياخد باله منك. تمام يا فندم. فين يا باشا؟ ابدا وحشتنا، بس بقالك كتير ما بتعديش. طول عمرك صاحب واجب يا باشا. في ايه؟ لا ما نستغناش. فتش العربيه. لا 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 معلش، مش من حقك، انا عضو مجلس الشعب ومعايا حصانه. الحصانه على راسي. وبعد كده مين قال لك ان احنا نفتش العربيه دي؟ فتشوا كل العربيات الا العربيه دي عشان دي واخده حصانه. تمام يا فندم، ما لناش حاجة في العربيات. بقول لك إيه يا عصام؟ أنت مش ناوي تجيبها لبر بقى؟ مش ناوي تتهد؟ أتهد؟ تصدق إن هما كانوا بيدلعوني وأنا صغير ويقولوا لي يا رزل؟ طيب يا رزل، ما تزعلش، أنا بدلعك. اطلع يا ابني. ولا عربيه من عندك اللي بتفتش. دورتها في دماغ ادي يا سيد حكايه السلاح دي. وصلت لايه يا حبيبي الحوار؟ وصلت ان التجاره في السلاح دي سلاح ذو حدين، زي السكينه، لو قشرت بيها برتقانه واديتها لواحد يتيم، حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. طب لو نفس السكينه دي غزيت بيها الواحد اليتيم اللي انت لسه مدونه البرتقانه، حلال ولا حرام؟ حرام طبعا. لا حلال، لان الواد ده مش يتيم وبيكذب علينا. خد، حلوه الحشيشه دي. جايبه من مين؟ ايه بقى من الواد حماده النجس اخو مونا بستلم. وما اشتريتش ليه من الواد وائل بلغم اخو نجاة كارتيلا؟ لا ده واد الحشيش بتاعه فيستك، انما ده حشيش حلويات. الواد زعبله حلويات. جبل قلوط حلويات. ايه ده قلوط؟ كمين 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 اللي بالسجاره. انا مش قلت لك التجاره في السلاح دي سلاح ذو خزنتين؟ رخصه. ايه يا باشا؟ اه يا باشا. والله العظيم بحبوك لله في الله. ده شيء. مع ان سيادتك تاني كمان وقفنا كمان المرج وقفنا وشدت مع الضابط مشده سلميه جدا. انزل يلا افتح لي الصندوق. وانت كمان انزل معاه. ايه ده انا؟ انت انزل. فضلة خيرك يا باشا، بتنجان قلايط وقوطه. باشا وصالحه كمان لو عايز حاجه للجماعه يعني. انت هتهرج يا روح امك. فتشوا العربيه. مفيش حاجه يا باشا. مفيش حاجة يا فندم. بالسلامة. بالقد من عدمها كبير.
استاذن سعادتك بس الرجاله ممكن يطلعوا لنا الاقفاص واحنا فاضيين. يلا شيل انت. على النعمه يا باشا، احنا بنشيل من زمان قوي. على الطلاق يا باشا، الخدمه في شرطه الشعب اقسم بالله سرعت لها كبير. بس اهدى على نفسك شويه، انت مش فاكرني ولا ايه؟ امال فين بدير؟ ده يا نعيم، حد يقدر ينساك برضو؟ فين بضاعة؟ موجودة. نزلوها. اشوف الفلوس الاول. ادوا الفلوس. اتحرك يا مرسي. ماشي. سلموهم البضاعة. تمام يا كبير. يا ولاد الكلب، ايه ده سيد؟ انت فين يا؟ مش قلت لكم؟ عيبه زي الفيران. عيب ده انا بدير. هي العيال ملهاش لازمه، بس الخوف كله من زعل سليم. بقول لك ايه؟ كده كده هو هيفش غله في شويه النسوان اللي بعتهم لنا، ويحمد ربنا ان محدش منهم اتقبض عليه. هعوضها له العمليه اللي جايه. دماغ سمك. اظبط يا خروف منك ليه؟ اظبط يا شبهها منك ليه؟ اللي هيتحرك من مكانه والله لا اقول له. يا ده سيد. يا جد. اشحن القطيع على التلاجة. يلا يا شبهها منك ليه على التلاجة؟ يلا افتح الباب. يلا يلا. يلا يا ده افتح الباب وبالراحة على التلاجة فوز. يلا يا. اللي هيخرج من التلاجة هموته. تعال يا كتلة، تعال. انت هتدوسني ولا ايه؟ اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه. الفلوس فين؟ مفيش فلوس، بضاعتك في العربية زي ما هي، خدها واتكل على الله. اه، الكلام ده في شارع ماما. لخص يا جن. الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ التالتة في دماغك، فين الفلوس؟
يعني ايه الحكومه كبست؟ ده اللي حصل سليم باشا. والبضاعه وفارس وسيد حصل لهم ايه؟ سعادتك يا هانم، اول ما حصل ضرب النار كل واحد مننا جري في حته. يا باشا سعادتك انا شاكك في العيال دول لا يكونوا مرشدين او عاملين علينا لعبه. ما هو سعادتك يعني احنا دخلناهم في وسطينا من غير حتى ما نتقص ولا نعرف اصلهم ولا فصلهم. تعبيط يا نعيم ولا بتستهبل؟ اذا كان تهامي بنفسه اللي جاب قرار العيال دي، لا لا اكيد حكايه غير كده. اطلب لي تهامي. كلك نظر يا ابو المفهوميه. الحكايه غير كده خالص. ايه الحكايه يا فارس؟ البضاعه زي ما هي في العربيه يا كبير. وادي الفلوس كمان يا عمهم. مش ناقصه جنيه. ده انت جامد اهو يا فارس. برافو يا فارس. بس الدير لازم يدفع ثمن غدره بسعادتك. دفعه بزياده. تلميذك قنبله رجوله، انا علمت عليه هو ورجالته، اديتهم درس عمرهم ما ينسوه. عرفته ازاي يتعامل مع الكبار. انا مش قلت لكم من الاول ان فارس ده مكسب؟ انا يا ابني هوريك عز عمرك ما شفته. وانا عمهم مش هينوبني من العز وز، انا كنت معاه برضه. وانت يا مسلم هينوبك من العز حاجه كده على قد طولك. حلو يا عمو. أنا عمري ما دخلت فرهان مع نفسي وخسرته. من أول مرة شفتك فيها لقيتك جدع ابن بلد وذكي، والأصناف دي ما تلاقيش زيها اليومين دول. سعادتك الرجولة موقف، الراجل اتربط من لسانه. والفين سليم بيه؟ يوه سليم بيه سليم بيه، انسى سليم بيه الليلة دي. سليم بيه الليلة دي بحر. أصله بايت في بيته التاني. معايا شوية. سليم بيه راجل شرقي يعني، ولو عرف ان انا قابلت سعادتك ممكن يزعل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت من النوع اللي بتخاف؟ سيبك من بيخاف وما بيخافش من الكلام ده. ما تشوفي لك دخلة تانية. اوكي دخلة تانية. ممكن سيجارة؟ السيارة دي عندها السول. وصلنا يا ستي. براحتك خالص. هات هات الجزمة دي عندي. لا دي بتاعتي. تحت كام يا سرعة؟ اوبا. سيبك بقى تريح وبكرة تبقي زي الفل. استنى بس شوية أنا هعرف أظبط نفسي كويس. انا عندي سكام دوب الانفيه عملتها. ما انا اطمنت عليكي بقى، استاذن انا لو عوزتيني بكلميني. لا استنى، رايح فين؟
عشان خاطري يا فارس اقعد معايا شويه، انا محتاجه اتكلم مع حد عشان خاطري 5 دقايق بس وبعدين روح. تفتكر يا فارس انا مبسوطه بالحياه اللي انا فيها دي؟ ده اللي يشوفك من بعيد يقول عليكي مبسوطه. برافو عليك. بعيد الناس كلها مصدقه الماسك اللي انا لابساه، بضحك طول الوقت ولبسي كله على مود، يعني على اخر مود، بس ما حدش عارف قد ايه انا بكره الظروف اللي وصلتني لكده. اللي ما يعرفش يقول عدس. يا فارس انا اتولدت في بيت الاب كل شغلته انه يخلف بنات وبعدين يجوزهم لرجاله كبار ويقبض ثمنهم، يعني ما يفرقش كتير عن اي قوات. اورني يعني؟ بالظبط. أبوكي طلع أورني؟ لما كبرت ابتديت أفهم، لقيت الموضوع بيع، فقلت بيع ببيع واستفيد أنا أحسن. والله عدك العين. فبعت نفسي لسليم وبقيت زي ما أنت شايف، نانا هانم. نانا هانم اللي من وهي عيلة صغيرة بتحلم إنها تقابل حد من سنها زي أي بنت عادية. عارف يا فارس، أنا عمري ما حبيت قبل كده. نفسي أحب واحد يكون راجل بجد أعيش معاه اللي عمري ما عشته. أنا مش قادرة أنسى اليوم اللي دخلت عليا أوضة النوم جسمك لمس جسمي. إيه؟ قمت ليه؟ بص يا نانا، انا عارف ان انا فيها حاجات وسخه كتير، بس ما توصلش ان اخون ولي نعمتي. انا ممكن اكون عايزك بس ما ينفعش. هو ايه اللي مش هينفع يا زباله؟ هما سطرين هيهبوا عليا انا ولا ايه؟ فوقي سطرين يا جربوع يا بيئه يا واطس يا معفن، انت زيد نفسك. انا نانا هانم، يعني ما تقلش ما ينفعش. وحياة امك لاجيبك راكع تحت رجلي يا جربوع. نزلت اعمل شولنج كده واشتريت لكم شويه حاجات. ست الناس شال احلى ست في الدنيا، شال بالكهرباء. ان شاء الله يخليك يا ابني ويبارك لك. ربنا يخليك يا ام صفيه، ملكه ملوك العالم. فستان وانا مش عارف وشه من قفاه بس هو عجبني ومتعلق على التمثاله ب 2000 جنيه. اهدى كله يا سي فارس. ما تسمي الله يا بت. عايز افهم بقى شغل ايه اللي يخليك في العز والقبهه دي كلها وتجيب كل الحاجات الغاليه دي كده في كام شهر؟ فتقولي لها حاجه يا اما صفيه، ده بدل ما تفرحي ان ربنا كرمني وفتحها عليا من وسع. ايه يا فارس يا حبيبي، احنا خايفين عليك يا ضناي. خايفين عليا من ايه؟ الفلوس بتعض، هو العز وحش يا ناس. بس عشان اثبت لك حسن نيتي انا اخدك معايا الحفله اللي الراجل اللي انا شغال معاه عاملها، عشان تشوف الراجل ده محترم قد ايه وواصل لحد فين، ومن كتر حبه في العبد لله خلاني دراعه الشمال يمين. اسمعي كلامه يا بيت وروحي معاه. حاضر حاضر يما، لما نشوف اخرتها ايه معاك يا فارس. عليا النعمه من نعمه ربي، مشاعري ليك اللي جوه اكتر من كل فلوس اللي بره. فكرة انا وديتهولك غيرت 150 درجة. ده انا حاسة ان انا قرع، معرفش واد ده شعري فين. قرع يا بنت زي القمر، انا مراجع. ياد الشياكة دي اه. اه بدلة غالية 750 وفصلت خدتها ب 800 وخدت جربات هدايا. يا ابن النصابة. ناس عايشة وناس بايشة. مطفعش، انت عارف قصدي كويس. ده بقى سليم بيه، تعالى اعرفك عليه.
ليلتك بتزغرط يا كبير. أنا اللي قلت لها. ازيك يا فارس؟ ازيك يا باشا؟ ازيك يا مسلم؟ ازيك يا عمور؟ مين دي؟ الدرقية خطيبتي يا كبير. ما شاء الله ذوقك حلو يا فارس، طالع لي. ازيك يا رؤية؟ وهتتشطروا امتى بقى عشان نفرح فيكم؟ افرحوا فينا قرايب، افرحوا فينا قرايب ان شاء الله، نتجوز ومصر كلها تفرح فينا. طب تتلحلح كده يا فارس وتاخد رؤية وترقصها. لا يا اختي ماليش فيه. ايه دي مين دي؟ دي رؤية خطيبتك. رؤية رؤية يا حبيبتي مفيش فيه، انا بقى ليا فيه. يلا يا فارس. معلش انا نايم بس عندي شد عضل وفلات فوت من وانا صغير. ايه ده يا فارس اتجننت؟ شد عضل ايه وفلات فوت ايه؟ فرص معناني عضلاتك كلها هتفك، اسالني انا. عشان خاطرك يا كبير ارقص واغني كمان. هل من منافس؟ ليلتكم بتشكل، ليلتكم بتشكل، ليلتكم بتشكل، ليلتكم بتشكل. يا نهار اسود. يا بنت بطلي جنان واستني بقى. يا شيخة ده لو براود اسد فرجت عليا الناس. اوعى ايدك دي، انت من هنا ورايح مالكش اي حكم عليا. يا ابني الكلام ده رؤية؟ اه قد وسبق وحذرتك قبل كده، لو مشيت في سكك الغلط انت من سكه وانا من سكه. ماشي يا فارس بيه؟ يا بنت انت اكتر واحده عارفه انا شقيت وتعبت قد ايه،
فصدقت ربنا كرمني وربنا واقف جنبك كتير قوي لغايه ما كبرت وبقيت راجل. تقوم اول ما تشم نفسك كده تشطح وعاوزنا طوعك. يا بنت انت معاده الدنيا كده ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ جو واسخ. وبعدين النقله اللي اتنقلتها دي، فلوس وعربيه ولبس، ايه كل ده منين؟ تكونش فاكرني عبيطه؟ لا انت مش عبيطه، انت وش فقر. كلمتين ابرك من جورنال. عايزه ايه؟ عايزك تحل عن سمير ومالكش دعوه بيا تاني، وخليك بقى في اللي انت فيه. على الله ينفعك. هينفعني يا رؤية، عشان انا عارف انا عايز ايه. وعلى فكره انا متين لا فيكي، عشان كده ثقه في الله اكسب. سليم الوزان مقدم شكوى ضدك. انت مش عارف ان عضو مجلس الشعب عنده حصانه؟ عارف يا باشا، بس انا اعتمدت ان احنا نمسكه متلابس. بس في حاجه حصلت غلط، ايه هي؟ انا مش عارف. برضه ما ينفعش تعمل معاه كل ده لمجرد شكوك. يا باشا مش شكوك، انا حققت مع الواد اللي اتمسك بشحنه السلاح، اعترف لي ودخل الحجز من هنا، اتقتل من هنا. ده سيادتك تفسره بايه؟ برضه ده مش دليل. هات لي دليل واضح وانا اقف في ظهرك واطلب رفع الحصانه عنه. طب اصبر عليا بس يا باشا، وانا هجيبه لك خالص مخلص بالدليل اللي انت عايزه. وبعدين ما احنا طول عمرنا اللي بيضايقنا بنعمل معاه كده، وكنت بتقف في ظهري. اشمعنى المره دي قلقان من سليم ده؟ انا مش قلقان، انا خايف عليك انت. شوف عصام، انت ظابط كفء ومن انبه تلامذتي وعندك مستقبل كبير ان شاء الله. وانا بقول لك كل ده يا عصام علشان ما تستعجلش وتوقع نفسك في مشاكل. طب بس انت اديني الفرصه دي، هراقبه من بعيد لبعيد لحد ما يقع، وان شاء الله هكون عند حسن ظنك زي كل مره. براحتك يا عصام، انا عامل عليك انت. وبعدين يا توامي، هو الواد الظابط ده هيفضل بيفتح لنا عليه؟ بصراحة يا سليم بيه، احنا لازم نتصرف معاه. الواد مش عايز يجيبها لبر. يبقى نخلص منه. اه. لحد كده ومش سكتي. في حد قال لك انها سكتك؟ اخلص عليه اللي هو موته؟ وفي اسرع وقت. نعيم هيقول لك على سكك وانت تنفذ على طول. يا باشا انا ماليش في السكة دي. جريالة. انا لما امر انت تنفذ بالسكان، فاهم؟ لو ما خلصناش من الظابط عصام دوت هيضيعنا كلنا. احنا في مركب واحدة، لو غرقت هتغرق بينا. نفس العملية دي يا فارس، كفئتك عندي كبيرة قوي، تأمن بيها مستقبلك وفي نفس الوقت نخلص من قلق الواد الظابط ده، ولا عاوز تقضي بقية عمرك في السجن لو كشفنا الواد ده؟ ما انت رجالتك كتير، اشمعنى انا؟ عشان انت لسه العيب مش عليك، ما عندكش سوابق، محدش هيدور وراك. انا متاكد انك هتخلص على نظافه من غير ما حد يحس بيك. فارس، احنا في لعبه خطر، التردد هيضيعنا كلنا. خلص يا فارس، خلص. انا مش عاوز ازعل منك، لان زعلي وحش قوي. نقول مبروك؟ مبروك يا كبير، انا رايح اطهرم.
سميني بقطع. قول كل حاجة يا باشا. نقول مبروك عقبالك. اطلع. مقتل ضابط شرطة في حادث سرقة بمنزله. ارتحت يا أخي وريحتنا معاك؟ أحسن يا حبيبي عشان تعرف تشتغل براحتك. أيوة. أهلا 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 بالبطل. أنا كنت عارف إنك قدها ودود. طلباتك أوامر يا كبير، مع ان اللي سعادتك طلبته مني حاجه صعبه قوي، بس ربنا يعديه على خير. هتعدي هتعدي. ده انا سمعت ان الدنيا مقلوبه في المديريه، بس تبات نار تصبح رماد. ايوه دي المكافاه بتاعتك اللي انا وعدتك بيها، كنت بجهزها لك. عاوزك بقى تنسى وتروق نفسك على الاخر عشان نتبل شغلنا الجاي. ماشي يا كبير. ازيك يا فارس؟ ازيك يا ابن عم؟ اثبت مكانك، اثبت. بابا بابا مش عامل لها في الصوره ازاي؟ لا في الصوره. ادي الصوره يا ولد، تقصد اللي فوق دي ولا اللي تحت؟ اللي تحت. تصدق انه عامل لك قرنين بجد؟ ومين دول اللي معاه في الصوره؟ معاك؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ ياض ده هيتجنن ويشوفك. حالف ما ابلغ الا ما انضف نفسي يا باشا. والله ما عارف اقول لك يا باشا ولا اقول لك يا ابن عمي. يا ابني خلي بساط احمدي، قول لي يا باشا طبعا. ماشي يا ابن عمي. اخر حاجه كنت اتخيل ان ابن عمي يطلع بالنظافه دي. طب ما تولع وتعزم على ابن عمك، ولا انت ايه؟ انت متدخن؟ ده انت الداخليه فسدت اخلاقك على الاخر. المهم قولي العمليه امتى؟ هتستلم الشحن دي امتى؟ بعد بكره. طب خلي دي معاك. لا ربنا يخليك، وانا معايا ولاعه زب وبنزين. زب وبنزين؟ يا ابني ركز معايا، الولاعه دي فيها جهاز تتبع، دي الحاجه الوحيده اللي هتوصلنا ليك انت والناس يوم العمليه، دي ما تسيبهاش من جيبك يا فارس. امسك الولاعة دي، ما فيهاش جهاز تتبع، يعني لو ما لحقتنيش اروح في 60 داهية، وانت عارف سليم شراني. ما تخافش من سليم، احنا اجدع، انت بس ركز وخليها على الله. عليا النعمة من نعمة ربي اللي تترقى على حسي. عليا النعمة انت قدها. ان شاء الله. سلام يا فارس. رعاية الله. كده يا حبيب الحب، كنا ماشيين كويس وبترزق والحياه كانت سهله واختها مش مستاهله، ايه اللي دخلنا احنا في حوارات؟ ادي الشمال اخرته شمال. لو عصام راح هيجي 10 غيره. وعصام ده ابن عمي. يعني لو جه حد غيره مش هيرحمنا. ونطلع بمكافأة في اللذيذ، هنمسك قرشين ونطلع نضاف. نضاف ايه يا جن؟ هو احنا ضفنا وشفنا العز اللي على دين سليم باشا؟ من لا جادلك وادخل معاك في حوار، وانا ممكن اقول لك حاضر وتفضل في نظر حمار. يا ده احنا بنرفع شعار جديد، الشرطه بنت عم الشعب. قصدك الشرطه بنت عمك انت؟ انا وانت واحد يا صاحبي. صباحك نادي وكله لعيبه. عبد الله على السلامه كابتن فارس. الله يسلمك يا كبير، انا صاحي النهارده كل نشاط وحيويه وسخنان على الشغل. بالراحه علينا يا عمنا،
مالك مستعجل على رزقك قوي كده ليه؟ وايه النظام يا باشا؟ النظام. ما تقول له يا تهامي ايه النظام؟ حلو. النظام حلو. وحلو قوي اللعبه اللي عملتها انت وعصام دي يا فارس. تصدق يا دخلت عليا؟ اسكت، دخلت عليا انا كمان. لولا المسله والسياره دي اللي طمر فيها العيش والملح. طمر فيه الفلوس. ما طمرش فيه العيش والملح. عشان العيش والملح ده كانوا معايا انا. بس تقول ايه يا كبير؟ تكبر الصغير عليك يصير. تصدق أول مرة تقول حاجة صح. يابا أنا طول عمري بقدرك. بس التقدير خسرني كتير. وأنا ياما قلت لك إن إحنا ما شفناش أيام عز غير على إيدين سليم باشا. فما ينفعش نقل بيه. أنت مسلة؟ على هادي يا رجالة، على هادي بقول مع السيجارة حقي كمواطن. اهدى يا سلاح. والله عيب كده يا باشا. خلاص هو بتبيعني يا هادي يا فارس؟ يا باشا انا كنت شغال معاك وعمري ما خنتك. قلت لك ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشانك الا القتل. انت اللي اصريت. بصراحه حاولت وما قدرتش. وطبعا اتفقت مع عصام على انك تسلمني مش كده؟ على النعمه انت ظالمني يا باشا. يا باشا تلميذك قنبله رجوله. انا غفلته. هو كان عايز يعرف مكانه ميعاد العمليه. قلت له ان العمليه هتتم اول يوم العيد في حديقه الفسطاط. الله يا تهامي ما بيعرف يهزر اهو. لا الصراحه هو عسل. ما اني بقى ان الضرب ما بيحوقش فيك. لان حبيبتي جابت لك ريحه هتخليك تنطع على طول. فارس قبل ما حبيبة القلب تضيع منك. السليم الوزان اللي ممكن يتلعب بيه، فاهم؟ يعني انت بقى حبك بدل ما كنت هتسلمنا احنا للظابط بتاعك هتسلمه هو لينا، فاهم؟ اتفقت معاه على ايه يا باشا؟ على الطلاق ما اتفقت معاه على حاجه. انا اضطريت اقوله ان انت اللي بعتني عشان سيبني امشي. وبعدين انا توهته زي ما قلت لك يا باشا. هو كان عايز يعرف ميعاد العمليه ومكانها وانا توهته. يا امك قول الحقيقه. هلا بتلعب عليا يا هد؟ انت قبل ما اخليهم يخلصوا على البنت بتاعتك. وقبل ما يخلصوا عليها هنوفر عليك التعب ونخليها لك مدام فارس. ولا هي مدام وانت ما كنتش قايل لنا؟ شريتك بدا عليا يا بنت. يلا لو لازم تفكر. اتفقت معاه ان انا ابعت له رسالة اول باول على ميعاد العملية ومكانها. حلو قوي. نعيم معاك موبايل الواد ده؟ موجود يا باشا. انت هتطلع من هنا مع الرجالة وهتبعت رسالة الضابط بتاعك ده لغاية ما يحصلكوا على المكان اللي انتوا رايحينه. وخلي بالك أي حركة غدر منك قسما بالله هخليك تقول على حبيبتي القلب الله يرحمها كانت طيبة قوي. خدوها على المخزن. مفيش غدر تاني يا كبير. غلطة والله العظيم ومش هتتكرر. هرجع خدامك زي زمان. بس ابوس ايدك. هي ملهاش اي ذنب. هعمل كل اللي انت عايزه. نتكلم في الحكاية دي بعد العملية.
اتحرك يا نعيم. قدام يا عريس. أنا هطلع مع بقية الرجالة عشان أسير البضاعة. كانش ينفع نأجل الموضوع شوية؟ لا مش ممكن، نأجل إيه؟ مش حكينا فرصة أحسن من دي عشان نخلص من كل اللي قرفونا بضربة واحدة؟ ابقى طمني عليك. ابقى طمنا. ماشي. هاتوا الفلوس وراي، يلا يلا. واصلين بيه ناوي يعمل ايه مع فارس؟ اصل وعد انه مش عايزين. طالما وعد يبقى هيوفي. مين يا عم؟ مين ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ عدى على خير ده بقى. ترى روح امك مستفز انا ولا ايه؟ الله يعني يوصله يعني تموت يا جدع. بالراحه على نفسك يا عم الحلو. الحلو بعد الكوشر يا عم. ترى روح امك بتبطك ليه في ايه؟ الله هو انت روح امك وهو روح امك مفيش حاجه غير روح امك بروح امك منك ليه؟ قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا انت كمان يلا انت كمان يلا يلا ماشي ماشي في المناشي يلا 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 اركب يا سيد. وفي ايه يا ابني؟ مفيش يا باشا، العربية زنقت عليهم ومشوا خلاص. الهدف اتحرك يا فندم ودخل على طريق الواحات. كل الوحدات تستعد، هنتحرك على طريق الواحات. ايه رسالة دي يا فارس؟ القوات مستنية اشارتك للتحرك يا فندم. حضر لي اخويا من عندك تتحرك على الطريق الصحراوي، بس استنوا اشارة مني للتنفيذ، والباقي يتحرك معايا على الواحات. علما في انتظار الاشارة يا فندم. احنا في الطريق. الرسالة الأولانية وصلت بالظبط. أطمنك أول بأول يا سليم. مع السلامة. بقول لك انا عيب. فكرة سليم ممكن يسامحني وينسى اللي حصل؟ هو هينسى اللي حصل وهينساك انت كمان، عشان قبل العمليه دي ما تخلص هنكون خلصنا عليك يا جدع. هاتوا الفلوس. مش المفروض ياض الظابط يبعت لك رساله يقول لك فيها انه اتحرك هو كمان؟ لا انت يا حكايه امك معانا. انت جاي تنصب عليا ولا ايه؟
من امتى سيب الوزان بينصب في شغله؟ انت ناوي على الغدر ولا ايه؟ انت اللي ناوي على غدر، ولو الفلوس ما طلعتش دلوقتي مش هيحصل كويس. رفيق الفلوس تحت رجلك ولا الشرعبيه؟ فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ هي فين الفلوس دي؟ هي فين الفلوس؟ انت كنت بتشتغلني ولا ايه؟ كده متلبس ياسين باشا صح؟ هدي عشان دي بتاعتنا مش بتاعتك. هدي. مش قلت لك ان انا نازل؟ فين فارس؟ فين فارس؟ معرفش حد بالاسم ده. ورحمة امي لو ما قلت فين فارس ما هتلحق حتى توصل المديرية. معرفش حد بالاسم ده. انت معرفش. ايه يا عصام؟ انا رايح الحق رؤية حجزنا في المزرعة عند سليم. رؤية ملهاش ذنب في اللعبة دي يا عصام. حاول تلحقنا. ايوه. ايه؟ قبض على سليم الوزان؟ ايه؟ امتى الكلام ده؟ طب اقفل انت وانا هتصرف. قبضوا عليه؟ قبضوا عليه ازاي؟ ما انا قلت له بدل المره 100، يا سليم مش وقته، العين علينا مفيش فايده. كله من ابن الكلب اللي اسمه فارس ده. بس انا هعرف احرق قلبه ازاي. اي خطوه زياده هقتلها لك. ارمي المسدس اللي في ايدك. ارمي المسدس. ارمي المسدس.
هرمي المسدس بس تسيبها. ارمي. يلا تعالي. اثبت اللي هيقرب مني هقتلها. خلاص يا حصان، كل حاجه بقت على المكشوف وما عادش عندي حاجه اخسرها. اي حركه هقتلها. وبعدين حتى لو خرجت سليم هتعرف تهرب؟ ومن مين؟ ده انا تلميذك. ارمي سلاحك لحسن فردك دماغها. فارس، فارس رد عليا. فارس رد عليا. رد يا فارس، رد عليا. ما تسيبنيش لوحدي فارس، ما تسيبنيش لوحدي. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. أبا صدق الله العظيم. فارس، فارس الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. وحشتني أوي يابا، وحشتني أوي. يا حبيبي يا. أنا كنت عارف إن إحنا هنتقابل تاني، وكنت عارف ان الدنيا هتجمعنا تاني على بعض. والله صدقني يا ابني، والله صدقني يا حبيبي. انت عارف يا جن انا عملت مجهود قد ايه عشان اطلعك شاهد ملك في القضيه دي؟ ماشي يا عم، عشان خاطر ابوك. تسلم يا ابن عم. لا ولا النهارده مفيش فارس الجن، في فارس عبد الله الصواف بس. ازيك يا سيد مسلم؟ ترى روح امك مستعد بسرعه ولا ايه؟ عايز ترفع راسي وتقول له رقبتي ها؟ الله يعني مش يعني توهت يا جدع. روح على راسك يا عم الحلو. الحلو بعد الكوشر يا عم. ترى روح امك بتفضلك ليه فيه ايه؟ الله، هو انت روح امك وهو روح امك؟ مفيش حاجه غير روح امك بروح امك منك ليك. يلا بعد العملية كل واحد فيكو ليه في رقبتي خبور. عشان تعرف مش انت لوحدك بس اللي جن. فارس الجن واحد بس يا، بس كله كوم وخطفوه من البيت رؤية كوم. الفرحة كانت هتبقى ناقصة يا سيد. لو كان جرى لي حاجة ما كنتش هسامح نفسي ولا كنت هسامحك يا مسلة. بس كل حاجة حصلت زي ما انت رتبت لها بالظبط يا جن. هو انا سلم سليم راجل شراني ويستاهل، وده اصلا واجب وطني. على هادي يا رجالة، على هادي بولع السيجارة حقي كمواطن. يا امك قول الحقيقة هلا. مفيش غدر تاني يا كبير. غلطة والله العظيم ومش هتتكرر. ابوس ايدك يا كبير. وان انا اخدم الحكومه ده واجب عليا كمواطن، لكن ان انا اطلع من المولد بلا حمص وارجع للفقر تاني كمواطن ده ما يرضيش الحكومه وما يرضيش الوطن ولا يرضيك انت كمواطن. صح يا مواطن. تحيا مصر. ايوه يا رفيق باشا، لسه مستلم العربيه الجديده وهيعدي بيها من قدامنا دلوقتي. هنفضل ورا لحد ما نعرف مكان الفلوس فين. ورؤية وابوك والناس اللي حوالينا هيقولوا علينا ايه بعد ما بقينا في العز اللي احنا فيه ده حبيب الحب؟ يا ده انا دلقت العسل وطفيت النور عشان الدبان يقع في الفخ. العز هيتدارى، هنعمل مشروع بالمكافاه للحكومه هتديها لنا، البنيه هتلعب معانا والعز هيبان واحده واحده. فهم؟ واعد يا فارس. تربيتي تربيه وسخه. انا عن نفسي هعمل مشروع وطني، افتح مصنع مولوتوف. الله يحرقك يا بعيد. وسوق على مهلك. لا شو
بكرة الدنيا تروح على الحياة. اوه قلبي العسل. واقف فوق والناس تقول اسم الله عليه يا عمي، يلي عايش تملي عوضني وانت كده محتاج.